والآن مشاهدينا الكرام إلى نافذة اقتصادية في نشرتنا، والتفاصيل مع ليلى عمر. تفضلي ليلى. شكرا إلهام نمر ونهى توفيق، ونتابع معكم الآن أهم وأبرز الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن التعاون مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية تنمية الصناعة يأتي في إطار الحرص على الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية في إعداد استراتيجيات مماثلة لدول أخرى استطاعت أن تحقق طفرة في ملف الصناعة. وخلال اجتماعه مع مسؤولي البنك الدولي، أضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع ومصر من بينها، سعيا لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية. أكد وزير البترول طارق الملا على أن ما يشهده قطاع التعدين من تطورات بدأت مع تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وآليات الاستثمار واجتذاب شركات عالمية للعمل بمصر. جاء ذلك خلال تسليم الوزير 22 جيولوجيا متدربا من هيئة الثروة المعدنية شهادة اجتياز إحدى الدورات المتخصصة في قطاع البترول. ولفت وزير البترول إلى أن مصر تطبق استراتيجية تعدينية تراعي تحقيق القيمة المضافة. شهدت محافظة شمال سيناء إجراء قرعة علنية على 120 وحدة سكنية في العريش تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد. وأوضح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن 561 شخصا تقدموا للحصول على الوحدات السكنية، من بينهم 478 من مركز رفح و83 شخصا من مركز الشيخ زويد، مشيرا إلى إجراء مرحلة رابعة من وحدات الإسكان الاجتماعي في المباني التي يجري رفع كفاءتها. في أسواق البترول العالمية انخفضت العقود الآجلة للنفط بعدما ألغت بيانات اقتصادية صينية ضعيفة أثر رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 44% لتصل إلى 74.90 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 37% مسجلا 70.85 دولار للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 84% لتصل إلى 2.35 دولار للبرميل. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 67% لتسجل 2.39 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وكالة الطاقة الدولية أن تراجع أسعار النفط لأسابيع بسبب مخاوف من ركود محتمل يتعارض مع توقعات بشح الإمدادات وارتفاع الطلب في وقت لاحق من العام. ورفعت الوكالة ومقرها باريس توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 200,000 برميل يوميا إلى 102 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن تعافي الصين بعد إلغاء قيود جائحة كورونا تجاوز التوقعات. وخفض تحالف أوبك بلس الإنتاج في إبريل بمقدار 850,000 برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام ونهى لاستكمال النشرة إليكم ومن جديد. شكرا جزيلا لك ليلى.